طيب دلوقتي الآراء الغريبة اللي بنسمعها وهذه الشبهة أو الشبهات أو الآراء المسكونة بسوء الظن حول المذاهب الفقهية، ما الموقف منها؟ كيف نرد عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا حضرتك أنا عاوز أسميها مذاهب فقهية، مدارس فقهية، عشان لما نقول مدرسة يعني فيها تراكم، يعني فيها طبقات من أول عصر الصحابة إلى الآن. المذاهب أو المدارس الفقهية تخدم جيل بعد جيل، طبقة بعد طبقة. يبقى إذا لما نقول مدارس يعني ليس اجتهاد شخص. اوعى تقول ان المذهب الشافعي هو الامام الشافعي كده، نخلي الناس كلها تتسلط على الامام الشافعي. لا، ده انت غلطان وانت بشر وانت واحد زينا وهكذا، مع جلالة سيدنا الامام الشافعي رضي الله عنه. انما بنقول مدرسة الامام الشافعي، مدرسة السادة الشافعية او السادة المالكية او الاحناف او الحنابلة كده. فلما يكون مدرسة خدمت عبر القرون، فيها جهابزة، فيها علماء، فيها مجتهدون، ويجي واحد زي الامام مثلا كده، عشان نقول اسامي كبيره اهو، الغزالي، العز بن عبد السلام، الامام، امام الحرمين، الامام الجويني، يجي الامام النووي، يجي الامام الرافعي، كل الاسامي اللي سمعتها حضرتك، السيوطي، يقول لك حاسب من الامام الشافعي، ده حاجه تانية. شوف دول بقى جهابزه، فيقول لك انا هتكلم في المذهب خلاص، بس اقوال الامام الشافعي صحيحه واحنا بنخرج عليها، ودي مسألة متخصصة شوية، هنخرج عليها نقول وجوه غير اللي قاله الإمام الشافعي، بس بناء على ما قاله. يبقى ده معناه ان في مدرسة مترابطة متكاتفة تخدم هذه المدرسة من خلال، تخدم من خلال كل جيل يأتي او طبقة. عشان لما نقول مدرسة يجي حد يتكلم دلوقتي، هو انت بتطعن في الإمام الشافعي؟ انت بتطعن في مدرسة، مدرسة كبيرة عبر العصور. طب اجيب لك بقى أسماء طبقات السادة الشافعية في كل قرن مثلا، أو السادة الملكية، تشوفهم قد إيه؟ يبقى أنت بتطعن. لما نيجي في الدباج المذهب للإماء، للراجل الطيب اللي عامله التنبكتي عن أعلام السادة الملكية في أعيان المذهب، تلاقي كله كتاب قد كده حضرتك، مليان أسامي، تراجم تراجم، وده كان عامل إيه ودرجته في العلم قد إيه وعمل إيه في المذهب المالكي من أول الإمام مالك لحد آخر واحد مالكي في عصر التنبكتي. والترجمة يعني السي في بتاعنا، السي في بتاعته كلها، كلمة الترجمة. لما تيجي أنت بتطعم في كل دول بجرد قلم واحدة، بتطعم فيهم. وبعدين ده كل دول مش إيه، مش ناس كده ما لهمش لازمة، ده كل دول علماء، ووصل بعضهم إلى درجة الاجتهاد. اللي إحنا بنشتكي إن مفيش حد دلوقتي مجتهد مطلق، مفيش ولا مستقل. فانت بتطعن في كل هؤلاء. يبقى من يطعن في المذاهب انما يطعن في علماء المسلمين جميعا. شوف بقى، يبقى بيطعن في علماء المسلمين جميعا من اول الصحابه حتى الان. يبقى انت بتطعن في المذاهب الاربعه بمن فيهم. يبقى اجيب لك كتاب قد كده كله اسماء، تقرا مثلا، تاخد كتاب التاج السبكي في طبقات الشافعيه الكبرى، هتلاقيه 7 مجلدات، كل مجلد قد كده، ادي الاسامي بما عملوه. تيجي عند السادة الاحناف برضه نفس الحكاية، القول المبين، هتلاقي ان هم بيفصلوا ازاي الطبقات بتاعتهم. السادة الحنابلة نفس الشيء. فلما تعمل كل ده انت بتطعن في كل هؤلاء، انت بتطعن في نفسك على فكرة، عشان دولهم اصولك وجذورك.